إخواني سوف أقوم بتركيب، قمت بتركيب هذا، قمت بتركيب البارابول أو الدش وقد تمت بنجاح. لدي الآن هذه العمارة، والعمارة هناك صحنين، والعمارة الثالثة صحنين، والعمارة الرابعة صحنين. يلا إلى العمل. وهذه هي معدة العمل. تحياتي لكم واحد واحد، وشكرا على تشجيعكم. لا تنسوا بالضغط لايك. تحية كل إخوان أخوات بدون استثناء. لدي رسالة على الواتساب. العمل ثم العمل ثم العمل. كما تلاحظون هذا هو برج محمد السادس، نهر أبي رقراق، وهناك كثير من العمل في هذه التجزئات السكنية. هناك حرارة من الشمس، انظر يدي أصبحت سوداء. Peace and love. شكرا. هيا سوف أقوم بالذهاب إلى العمل طبيعة الحال، وأقوم بتركيب هذا الصحن من الألف إلى الياء. لدي صندوق المعدات، سأقوم بفتحها وتركيبها. شكرا لكم وبالتوفيق لكم، أتمنى لكم النجاح والتوفيق جميعا إن شاء الله. حد سعيد. يلا سوف أقوم بإتمام العمل. سوف أريكم صورة بعد إتمام العمل من هذا الدش أو البارابول، سميه ما شئتوا، أو الصحن أو اللقط الفضائي. بيس. كما تلاحظون قمت بتركيب هذه الأمور. سوف أقوم بتركيب بعض الأمور من هنا، يعني الأمر بسيط جدا، لا يحتاج الاتباع إلى هذا الورقة. سوف أقوم بتركيب باقي الأمور وأوفيكم بعد قليل إن شاء الله. رغم حرارة الجو ولكن العمل ممتع جدا. سوف أقوم بتركيبه هنا في هذا المكان. سوف أضع مكانا فارغا وسوف أقوم بتركيبه هنا. كما تلاحظون إخوان قمت بتركيب. الآن سوف ألتقط الإشارة. قمت بتركيبه، كل شيء على ما يرام. سوف أقوم بضبط القنوات والانتهاء والذهاب إلى العمارة هذه وهذه. اليوم شق وهناك بعض الحرارة. هل تلاحظون برج محمد السادس؟ هو برج محمد السادس كما تلاحظون. سوف أقوم بتقريب الصورة. سوف أقوم بالعمل وبمتابعة العمل. تشاو تشاو. انتهيت من هذه العمارة، انتهيت من هذه العمارة إخواني أخواتي. سوف أنتقل إلى تلك العمارة، العمارة هناك، وأنتقل إلى هناك، إلى هذا المكان الفارغ. الشمس تحرق لكن هانية كما كنقول. رجولة من الطفولة. تحياتي لكم إخواني أخواتي وشكرا لكم. إلى العمل. ما زلت في العمل إخواني. لدي شكون؟ أنا. أنا. واحد، جوج، ثلاثة. انتقلت من العمارة إلى العمارة إلى هذه العمارة.
هناك بعض الحلويات الشاي. مشكورين إخوان وأخوات على الحلويات والشاي. يلا إلى العمل، سوف أقوم بتركيب هذا. احنا كنقولوا في المغربية اسمه التبصيل أو الصحن، وهذا الصحن وهذا الصحن، وهنا تلفاز. وإلى العمل، سوف أقوم بتركيب وتصوير لكم من بعد النهاية إن شاء الله. وهو هذا، هناك 1 2 3 4 5 6 7، هناك كثير من العمل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنتابع العمل ومن بعد أقوم بالتصوير. سوف أقوم بأكل بعض الحلويات والشاي. قمت بتفصيل هذه المركبات من أجل تركيبها كلها على حسب مكانها. قمت بتفرقة كل الأمور على حدة، وهكذا سوف أقوم بالعمل على الأول وهذا الثاني، أو الأول وهذا الثاني وهذا الثالث الأصفر. يلا سلام. إيه إخواني، بقى لي آخر واحد. منذ 11 صباحا الآن 10 ليلا أو 10:30 ليلا فقط واحد. شفتم برج محمد السادس والإنارة فيه؟ نعم. نتكلم على الجانب السياسي كما تلاحظون، هنا تدخل مصالح آخر واحد. يمكن أن تغير لنا الفكرة لماذا نهاجر. نهاجر لربط التواصل، نهاجر. هذا هو برج محمد السادس، والأهم من ذلك أن مدينة سلا القمر من الكفاءات التي تتواجد في الدول المستقبلة. سؤالك، لقد انتهيت، سوف اذهب الى المنزل. شكرا على متابعة الفيديو، احبكم كثيرا اصدقائي، مع السلامة. الى البيت، وقمت بشواء سمك السردين. مرحبا بكم. قمت بشواء السردين وهو مفيد جدا. سوف أقوم بأتعشى وأتمشى وأنام. أحب الطماطم، زيتون، سمك سردين على الفحم، يا سلام. هكذا مر يومي. ميرو، مريم، الكويت، ياسمين، بيتش، الفلوغ، أخويا نوفل، أدرياكسون، سلمى، همسة ولمستها، رحمة، مارسالين، يوسر، كل إخوان أخواتي بدون استثناء، تحياتي لكم، بحبكم كتير. شفت يا ميرو وين كنت؟ في العمل. يعني هناك سمك كتير، فقط سوف أقول يعني بالعافية راح أكل هادول وأجيب كوكا كولا تانية، وأروح أغسل يدي وأتمشى شيئا، ثم يعني جمع الأغراض وأخذها إلى المطبخ، لأني في حديقة في بهو المنزل بطبيعة الحال. وهذه الأيام، شكرا، أحبكم كثيرا. غدا نفس العمل، تركيب الصحون. فعلا تحياتي لكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. أراكم لاحقا غدا في فيديو لاحق إن شاء الله. So I love you.